بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني عشر عن شاهويه ابن عبد الله الجلاب قال كتب إلي أبو الحسن في كتاب أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فلا تغتم فإن الله عز وجل لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وصاحبك بعدي أبو محمد ابني. وعنده ما تحتاجون إليه. يقدم ما يشاء الله ويؤخر ما يشاء الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان. ذكرنا في الحلقات الماضية أن أكبر أبناء الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، كان السيد محمد المدفون في مدينة بلد جنوب سامراء. وكان فاضلا عالما ورعا وكان يتوسم الناس فيه علائم الامامه وكانوا يزعمون انه هو الامام بعد الامام الهادي وكان الامام الحسن العسكري ثاني الابناء ولم يكن يعرفه الناس لانه ما كان يخرج من الدار ولا يلتقي باحد الا قليلا، ولعل ذلك حفاظا عليه من السلطه العباسيه الغاشمه، فخرج السيد محمد من سامراء حاجا، وتوفي في بلد، ولعله توفي مسموما. فهناك قلق بعض الناس لانهم ما كانوا يعرفون الامام العسكري فبين لهم الامام الهادي للخواص ان الله سبحانه وتعالى كان قد اختار الامام الحسن العسكري للامامه وفيه مواصفات الامام من العلم والعصمه والناس وما إلى ذلك وزعم الناس وظنهم لا يغير من الحقيقة شيئا فأحد أصحاب الإمام الهادي وهو شاهويه ابن عبد الله الجلاب هذا كان قد كتب رسالة الى الامام الهادي يساله عن الامام من بعده وانه قلق لذلك. فالامام الهادي عليه السلام يستشهد بآيتين في القران الكريم. الايه الاولى قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآية في سورة التوبة، الآية 115. هذه الآية تدل على أن الذي هداه الله فالله سبحانه وتعالى لا يتركه ليظل، وإنما يبين له الطريق، وبعد ذلك هو مختار بين أن يسير في الطريق الذي أراه الله سبحانه وتعالى، أو ينحرف، فالله سبحانه وتعالى بين له، هو يهتدي لو ما يهتدي هذا بعد يرتبط به وباختياره. وقد ذكرنا مفصلا في باب التوحيد ان الهدايه من الله والاضلال منه ايضا لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه للعباد ولانه خلقهم ليرحمهم الا من رحم ربك ولذلك خلقهم فلذلك يبدأ الإنسان بالهداية. جعل في الإنسان فطرة، هذه الفطرة تهديه. وفي الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي آية يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي آية أخرى يقول: وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالمولود حينما يولد يولد بفطرة، هذه الفطرة تسوقه إلى الهداية. وايضا الله سبحانه وتعالى رزق الانسان عقلا وهذا العقل اذا استعمله الانسان يؤدي به الى الهدايه وايضا الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء وجعل الانبياء اوصياء فهؤلاء أيضا يدلون الإنسان إلى طريق الهداية، فإذا إنسان اهتدى الله سبحانه وتعالى لا يتركه يظل، وإنما يريه الطريق باستمرار، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم، لكن لا يسلب اختيارهم. فإذا واحد ضل فإنما يضل بسوء اختياره، وإذا واحد استمر على الهداية فإنما يستمر بحسن اختياره، يعني لما أحسن الاختيار الله يفيض عليه الهداية باستمرار. ولما أساء الاختيار الله سبحانه وتعالى يتركه فإذا تركه ظل زين أن أنت هذه الآية نجي إلى محل استشهاد الإمام الهادي بهذه الآية أنت الذي كتبت للإمام الله سبحانه وتعالى هداك للولاية وأنت تعتقد بالأئمة من بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله، من علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام الى الامام الهادي. فالله سبحانه وتعالى هداك الى الولايه. لا يتركك تظل حتى يبين لك امامه الامام الحسن العسكري. فان أحسنت الاختيار آمنت به وإن أسأت الاختيار كفرت به لأنه بعد الأنبياء عادة كان يحدث خلاف بين أصحابهم والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في بعض الآيات القرآنية اليهود بعد موسى اختلفوا النصارى بعد عيسى اختلفوا المسلمون بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله اختلفوا لماذا اختلفوا؟ لأن جماعة تمسكت بالحق هي الفرقة الناجية وآخرون بغوا على الحق مع وضوحه فالله سبحانه وتعالى أنت هداك إلى الإمام الهادي تعتقد فيبين لك إمامة الإمام الحسن العسكري كيف يبين لك؟ عن طريق نص والده الإمام الهادي عن طريق علمه عن طريق الكرامات والمعجزات التي جرت على يديه هذه الآية الأولى التي يستشهد بها الإمام الحسن العسكري وأما الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الناس كانوا يتصورون ان الامام بعد الامام الهادي هو السيد محمد رضوان الله تعالى عليه لكن الامر بيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقدم يؤخر ينسخ يجعل غير ذلك بيد الله، وكل ذلك بحكمه. شأن نزول هذه الآية أن اليهود اعترضوا على الإسلام، بأنه إذا الشريعة التي نزلت على موسى هي الحق، فماكو معنى لتبديلها. وإذا هي باطل فأنت تصدقها، تقول انها شريعة نزلت على موسى. فتلك حق ام باطل؟ إذا هي حق لا تتغير. وإذا هي باطل فكيف أنت تؤمن بها؟ الله سبحانه وتعالى يجيبهم بهذه الآية. بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار موسى للنبوة. وانزل عليه شريعه. هذه الشريعه كانت صالحه لذلك الزمان. وليست هي صالحه لهذا الزمان. لانها كانت صالحه في ذلك الزمان فرضناها على الناس في ذلك الوقت. ولانها ليست صالحه في هذا الزمان لذا نسخناها وجئنا بما هو صالح لهذا الزمان مما هو خير منها. مثل طفل يدخل الصف الأول الابتدائي يأتون بكتب ويعلمونه تلك الكتب. هسه هذا الطفل صار كبير دخل في الجامعة يقول إذا تلك الكتب الصف الأول الابتدائي هي الحق ليش جايبين كتب أخرى؟ ادرسوني في الجامعة ادرسوني ذيك الكتب وإذا هي باطل ليش درستوني إياها؟ ماذا نقول نقول إن كتب الصف الأول الابتدائي هي حق في ذلك الزمان الذي كنت أنت فيه طفلة لم تكن تعرف القراءة والكتابة عمرك ست سنوات سبع سنوات في ذلك الوقت كان من الحكمة أن نأتي بتلك الكتب نعلمك بها القراءة والكتابة اما الان صار عمرك 17 سنه سنه 18 سنه 20 سنه دخلت في الجامعه تلك الكتب في هذا الزمان لا تناسبك هي حق في زمانها الان بالنسبه لك نسخت تلك الكتب وجئنا بكتب اخرى تدرسها تناسب مرحلتك الجامعيه الله سبحانه وتعالى يقضي بشيء بحكمه ويغير ذلك الشيء بحكمة. كما انه في النسخ في التشريعيات أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وفديناه بذبح عظيم. واحد يجي يعترض يقول الحكم بذبح بذبح إسماعيل كان حق له باطل. إذا حق ليش الله نسخه؟ إذا باطل ليش الله شرعه؟ الجواب أنه كان في وقته حقا ومصلحة لامتحان إبراهيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى شرع هذا الأمر الامتحاني، فلما نجح في الامتحان الآية تقول: فلما أسلم يعني خضعوا لأمر الله وتله للجبين يعني ألقاه على الأرض ورفع السكين ليذبحه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا نجحت بالامتحان لذا الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم وكذلك البداء في التكوينيات قوم يونس لما كذبوا يونس وكفروا الله سبحانه وتعالى قضى عليهم العذاب، لماذا قضى عليهم العذاب؟ لمصلحة في القضاء، هؤلاء تمردوا وكذبوا فاستحقوا العذاب، فلما رأوا العذاب تضرعوا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هؤلاء تضرعوا عندما تضرعوا يعني امنوا وصدقوا والتجاوا الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب لان تقدير العذاب كان لكفرهم. فلما امنوا وتضرعوا الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب. زين انت كنت تتصور انت وغيرك ان الامام هو السيد محمد بعد الامام الهادي، لكن الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قبض روح السيد محمد، فتبين لكم انه لم يكن الامام. الله قادر على أن يجعل الإمامة في السيد محمد، لكنه لم يشأ ذلك، وإنما شاء أن تكون الإمامة في الإمام الحسن العسكري، فلذا قبض روح السيد محمد، فعلم الجميع بأنه لم يكن الإمام، وأن الإمام هو الذي بعده، فلذلك الإمام الهادي في هذا الكتاب يقول: وصاحبك بعدي ابو محمد ابني يعني الامام الحسن العسكري وعنده ما تحتاجون اليه يعني انتم تحتاجون الى علمه هو عند العلم لانه من علائم الامام العلم كما مر في ما مضى لماذا السيد محمد لم يكن اماما يقدم ما يشاء الله ويؤخر ما يشاء الله الإمام الحسن العسكري قدمه الله للإمامة وأخر السيد محمد عن الإمامة على فضله وجلالته وورعه وتقواه ومنزلته الرفيعة، لكنه لم يكن إمامًا الله قدم الحسن وأخر السيد محمد عليهما الصلاة والسلام بعد ذلك يقول: استشهادا بهذه الايه ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها قد كتبت بما فيه بيان وقناع يعني هذا الكتاب يكفي اذا انت تسير في الهدايه هذا الكتاب يكفيك لان اولا انت تعتقد بامامه الامام الهادي فهو قد نص على ابنه الحسن العسكري وأيضا بيّن لك أنه له العلم وعنده ما تحتاجون إليه تقدر أنت تجي وتسأل قد كتبت بما فيه بيان وقناع يعني اقتناع لمن الذي عقل يقضان يعني إذا واحد يستعمل عقله القرآن الكريم يبين لآيات لأولي الألباب زين واحد يسأل يقول انه كثير من الكفار كانوا عقلاء لهم عقل الجواب انه لم يستعملوا عقولهم هاي المشكله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير نسمع الدلائل التي يذكرها الانبياء او نعقل يعني نستعمل عقولنا هذا اللي يعبد الصنم لو يستعمل عقله يشوف هذا الصنم من حجر لا يعقل لا يقدر لا يضر لا ينفع واحد جاي ناحته اذا واحد يريد يكسره يتمكن من تكسيره هذا شلون صار اله؟ قولوا يعقل راح يدرك هذا الامر، لكنه لا يستعمل عقله. من فتح عينه شاف ابوه أم على طريقه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فبعد ذلك حينما كمل عقله رجح ما تعلم من ابويه ومن قومه على ما يمليه عليه عقله. واما الحديث الثالث عشر وهو اخر احاديث هذا الباب في الاشاره والنص على الامام الحسن العسكري عن داوود ابن القاسم قال: سمعت ابا الحسن ابا الحسن يعني الامام الهادي عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن. فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت ولم جعلني الله فداك فقال إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه باسمه فقلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد عليهم السلام الإمام الهادي ذكر هذا الكلام إلى داود ابن القاسم وهو أبو هاشم الجعفري من ذرية جعفر الطيار وكان من أجلاء أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري وعاصر فترة من الغيبة الصغرى الإمام الهادي يقول له الخلف من بعدي الحسن الذي يخلفني في الإمامة وفي مناصبها، الخلف هو الحسن، لا السيد محمد ولا جعفر ولا الحسين أبناء الإمام الهادي، الخلف من بعدي الحسن. فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ الذي يخلف الامام العسكري هناك يحدث فيكم نوع اضطراب، هذه هذه العباره كيف حالك في ذلك الزمان؟ مثلا اذا احنا الان نقول كيف حالك في ذلك الزمان؟ هذا معناه انه اكو هناك مشاكل ولذلك أبو هاشم الجعفري داود ابن القاسم سأل ولما شنو القضية الله سبحانه وتعالى يختبر الناس باستمرار الآن نذكر بشكل مختصر إن شاء الله بعد ذلك في الكلام حول النصوص والروايات حول الإمام المهدي نفصل في هذه النقطة الله سبحانه وتعالى يختبر الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن جملة امتحانات الرب سبحانه وتعالى الامتحان بالغيبة. مثلا الله سبحانه وتعالى أراد امتحان بني إسرائيل. فأوحى إلى موسى أنه أنت تعال إلى الطور حتى أنزل عليك التوراة. وأقل تقدير راح تبقى ثلاثين يوم. فموسى أخبر بني إسرائيل بأنه سيذهب إلى الطور ويغيب عنهم على أقل تقدير ثلاثين يوما. فالله سبحانه وتعالى كان بمقدوره أن ينزل التوراة على موسى وهو بين بني إسرائيل لا يروح إلى الطور ولا أنه يأخر لأيام لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر يختبرهم بالغيبة كما أنه اختبرهم باختبارات أخرى زين ذول السبعة وثلاثين يوم تصوروا أنه فقط لمدة ثلاثين يوم مع ان الكلام انه اقل تقدير ثلاثين يوم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى خرج ثلاثين يوما الله سبحانه وتعالى أتم المدة بعشرة أيام في هذه العشرة أيام ذول شافوا موسى ما رجع صار واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين تصوروا أن موسى قد مات هنا إجا السامري فأظلهم لأن هم بني بنو إسرائيل كانوا سنوات طوال أجيال يعيشون في مصر وكانوا يرون التماثيل التي يعبدها أهل مصر فلذلك كانوا قد ألفوا عبادة الأصنام هم ما, كو ما كانوا عبادة أصنام لكن ألفوا ذلك المجتمع الغالب القاهر وإنا فوقهم قاهرون هذا يعيش بكيفيه طبعا الضعفاء والمستضعفون والمقهورون والمغلوبون يتاثرون بذلك. فلذلك لما عبروا البحر وراوا قوما يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. طلبوا من موسى موسى نهاهم وزجرهم. لكن هذا كان كامن في قلوبهم فلما تصوروا ان موسى مات جاء السامري وجمع الذهبات اللي عندهم الحلي الذي عندهم فصنع بها صنما يشبه العجل فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار ويمكن كان مهندس أيضا يعني بالطريقة صنع هذا العجل بحيث أن الهواء كان يدخل من مؤخرة هذا العجل ويخرج من فمه بشكل خوار البقر فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي هارون عليه السلام كان موجودا فنهاهم عن المنكر فأرادوا أن يقتلوه يعني موسى أربعين يوم غاب هم ثلاثين يوم صبروا لأنه كانوا يتوقعون رجوع موسى مرت الثلاثين يوم تصوروا أنه مات انقلبوا مع أنهم رأوا الآيات والمعجزات بأم أعينهم وأنتم تنظرون شاهدوا انفلاق البحر وأنهم عبروا البحر وأن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وقومه وقومه وهم ينظرون وشاهدوا المان والسلوى وأكلوا منها شاهدوا الحجر الذي كان يضربه موسى بالعصا فينبجس منه اثنتا عشرة عينا كل ذلك شاهدوه لكن غاب عشرة أيام مو كفروا فقط بموسى أو بهارون كفروا بالله عز وجل سقطوا في هذا الامتحان عشرة أيام الله سبحانه وتعالى كما امتحن بني اسرائيل بالغيبه، كذلك امتحن المسلمون امتحن المسلمين بالغيبه ايضا، لذلك الامام في هذا الحديث يقول الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ الذي يخلفه يعني الامام المهدي، فقلت ولم جعلني الله فداك؟ شنو المشكله؟ قال انكم لا ترون شخصه، هو في غيبه ما تشوفوه. ولا يحل لكم ذكره باسمه ما يصير الذكرون اسمه هو اسم اسم الرسول صلى الله عليه وآله اسمه اسمي لكن أنتم لا تذكرون اسمه لا يحل لكم ذلك لأجل التقية وهذا ما سنفصله في الأحاديث الآتية التي ذكر فيها هذا الأمر فقلت كيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد لأن هذا الكلام ابعد عن بني العباس وانتم في حاله التقيه، هذه مجموعه من الاحاديث في النص على الامام الحسن العسكري، وبعد ذلك ياتي باب اخر هو النص على الامام المهدي، سنذكره في الحلقه القادمه، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين